يلا مع حضراتكم نروح نشوف الصحف العالمية قالت إيه من خلال المحترف. نبدأ جولتنا النهاردة فقرة الصحف العالمية بصحف أسبانيا، تحديدا ماركا الأسبانية. ماركا ركزت على فوز ريال مدريد 1-0 على أتلتيكو بلباو وتوسيع الفارق في الصدارة في الدوري الإنجليزي، وكتبت ريال مدريد يهرب، بمعنى أنه هو بيوسع الفارق ما بينه طبعا الدوري الأسباني واحتلال وتصدر ريال مدريد لصدارة البطولة بعد فوزه 1-0 على أتلتيكو بلباو، وطبعا ريال مدريد يهرب بالصدارة. طبعا من خلال تصريح فيران الرئيس التنفيذي لنادي برشلونة، كمان كان في هذه الجريدة كتبت برشلونة سيجري تعاقدات في يناير القادم. دي على مستوى ماركا الأسبانية. نروح لسبورت الأسبانية، كمان ركزت على أخبار برشلونة وإمكانية إجراء تعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية، وكتبت تعاقدات نعم. وطبعا كان عشاء للاحتفال بجائزة كوبا اللي حصل عليها بدري، وديمبلي طبعا أقرب للمغادرة مجانا في يونيو. طبعا ديمبلي لعيب كبير جدا، ولكن كثرة الإصابات أعتقد كان عامل مهم جدا في عدم وجود عثمان ديمبلي في التشكيلة الرئيسية لبرشلونة، ويمكن الجريدة بتقول أن ديمبلي في خلال الفترة اللي جاية مش هيكون موجود في برشلونة. كمان تحدثت جريدة عن فوز ريال مدريد على أتلتيكو بلباو 1-0، في طبعا ده كان لقاء مؤجل في الدوري الأسباني. كتبت بنزيما يعزز طبعا صدارة مدريد لهذا الجدول أو لجدول الدوري الأسباني. طيب نروح نسيب أسبانيا نروح لفرنسا، تحديدا لكيب الفرنسية. لكيب الفرنسية ركزت على فوز أولمبيك مارسيلي على نانت 1-0، ويعني ارتقائه للمركز الثاني في ترتيب الدوري الفرنسي. وكتبت جيرسون يعني البرق الفدي، كما تحدثت كمان عن تعادل باريس سان جيرمان سلبيا امام نيس. وطبعا كلنا بنتكلم على مستوى ميسي اللي ما بيقدمش لغايه دلوقتي بشكل كبير جدا. ميسي لم يعني لغايه دلوقتي لم يقدم المستويات المطلوبه في باريس سان جيرمان، ويمكن كل الناس بتتكلم ان لسه لغايه دلوقتي ما شفناش مستوى ميسي على المستوى اللي كان بيقدمه مع برشلونه، رغم تواجده في افضل فرق العالم بوجود لعيبه كبيره جدا على مستوى مبابي على مستوى نيمار على مستوى دي ماريا، لكن ما زال ميسي لغايه دلوقتي لم يقدم المردود المنتظر منه بانتقاله من برشلونه لباريس سان جيرمان. لسه عندنا حاجات كتيره جدا في المحترف، هنطلع فاصل سريع نستقبل بعد الفاصل الناقد الرياضي المتميز محسن اللملوم، ونتكلم في القضايا اللي قلت حضراتكم عليها، عندنا كاس العرب ومنتخب مصر، وكمان الجولة الأخيرة من دور المجموعات في الشامبيونز ليج.